بالعودة مشاهدينا لاستهداف الاحتلال لمدرسة مصطفى حافظ في مدينة غزة، ينضم إلينا من مستشفى كمال عدوان شمالي غزة مراسل العربي إسلام بدر. إسلام أهلا بك معنا. إسلام، ما المعلومات المتوافرة لديك حول هذا الاستهداف؟ لو تنقل لنا الصورة. نحن نتحدث عن استهداف مدرسة هي في الحقيقة مركز إيواء للنازحين في مدينة غزة. المنطقة التي استهدفت هي حي الرمال، حيث تتواجد عدد من مدارس الإيواء التي تحولت إلى مراكز إيواء فيها عدة آلاف من النازحين. طبيعة الحال الحصيلة المبدئية هي 10 من الشهداء وفق الدفاع المدني، ولكن هذه الإحصائية وهذا الرقم يتم الحديث عنه بحذر، لأن هناك إمكانية لانتشال مزيد من الشهداء تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن تدمير جناح كامل من المدرسة بالصفوف أو الفصول الدراسية التي تحتويها، عدد من الفصول الدراسية. سألت مدير مركز الإيواء، تحدث لي عن 6 صفوف دراسية وأيضا عن غرفة إدارة مركز الإيواء التي يتم من خلالها التنسيق لإدخال المياه وبعض المساعدات والأمور التنظيمية داخل مركز الإيواء. تم استهداف هذا الجناح، تم تدميره، تحول إلى ركام بشكل كبير للغاية، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الشهداء ووجود شهداء آخرين لا زالوا تحت الأنقاض. في الحقيقة عندما وصلنا كان الانشغال الأكبر في انتشال عدد الشهداء، انتشال الشهداء تحت الأنقاض، وأيضا إحصاء من كانوا في لحظة القصف في الفصول الدراسية التي تم تدميرها، وذلك لحصر عدد الشهداء الذين يتواجدون تحت الأنقاض. بطبيعة الحال المشهد كان صعبا للغاية، وكان هناك دمار كبير، الدمار الذي وصل أو الذي حصل في المدرسة أو الجناح الذي قصف، والدمار الذي وصل إلى المدرسة والمدارس المجاورة، هذا من جانب. من جانب آخر حالة من الخوف والهلع لدى النازحين، الأطفال، بقية الموجودين في المنطقة الذين عمليا من أكثر النازحين تعرضا لاستهدافات. هذه المنطقة دعني أشير إلى أنها تم مداهمتها أكثر من مرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتواجد فيها من قبل النازحين خطير للغاية، لأنها في أقصى جنوب حي الرمال، والمنطقة التي توليها هي منطقة الصناعة ومنطقة الجامعات، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من 3 إلى 4 مرات قام بمداهمة واجتياح هذه المنطقة ومحاصرة هذه المدارس وقتل عدد كبير ممن كانوا فيها وقصفها سابقا. وبالتالي نحن نتحدث عن نازحين آلمهم ومروا بضغوط شديدة جدا مرتبطة بالإقامة في مركز الإيواء، هذا في ظل طبعا اضطرارهم إلى البقاء فيه رغم عدم توفر الأمان وعدم توفر سبل الحياة، لأنه لا يوجد لهم أي خيار آخر. على صعيد الانتشال وثقنا عمليات انتشال صعبة للغاية بأدوات بدائية، كانت هناك جثامين نصفها خارج الركام ونصفها تحت الركام، ولا مجال لرفع الركام لأنها من عدة عشرات من الأطنان تحتاج إلى روافع، هذا غير متاح، ولا يمكن تكسيرها أيضا بالأدوات البسيطة لأن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، عدة ساعات قد تصل إلى أيام. لذلك الصعب أن طواقم الدفاع المدني اضطروا إلى قطع جثمان بأداة حادة، إبقاء جزء تحت الأنقاض لا يمكن انتشاله وأخذ الجزء الآخر من أجل دفنه، وحين ميسرة يتم الوصول إلى بقية الجثمان. هذا الأمر تحديدا، هذا الإجراء الاضطراري الصعب للغاية اضطرت له طواقم الدفاع المدني وطواقم تقديم الخدمات الطبية، الإسعاف والطوارئ أكثر من مرة بشكل قاسي للغاية، عندما يتم الاضطرار إلى بتر وشطر جثمان نصفه تحت الركام أو جزء منه تحت الركام وجزء منه عبارة عن أشلاء يكون ممكن الحصول عليه. طبيعة الحال ليس هذا المشهد الصعب الوحيد، هناك مشاهد أخرى كثيرة، خصوصا أنه لحظة القصف كان يتم توزيع بعض المساعدات البسيطة على النازحين من قبيل جالونات مياه وأيضا بعض البامبرز الخاص أو حفاظات الأطفال وبعض المساعدات البسيطة. من جاءوا إلى هذه المدرسة في لحظة الحصول على المساعدات هم أيضا من بين عديد الشهداء والمصابين. المدرسة الموجودة إلى الجنوب من حي الرمال هي المدرسة 8 التي يستهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة خلال الأسابيع الماضية. للتذكير، فجيش الاحتلال ارتكب عددا من المجازر في مدارس ومراكز الإيواء في مدينة غزة، في حي الشجاعية وفي حي النصر وفي حي الشيخ رضوان وفي جباليا وفي حي الدرج وفي حي التفاح، ثم عودة إلى حي الشجاعية والآن مرة أخرى، ولكن هذه المرة
في حي الرمال. شكرا جزيلا لك من أمام مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. شكرا إسلام.